إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي لكل السادة المتبعين الأوفياء، كنرحب بكم من خلال هذا البث المباشر. نتمنى أن الصورة والصوت يكونوا واصلين مزيان. غادي نحاولوا نديروا واحد الدردشة وواحد الحوار مع الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي. غادي نحاولوا نسولوا على مدينة فاس وكيفاش دايرة أحوال مدينة فاس، مختلف القضايا ديال مدينة فاس، قضايا الشأن العام المحلي. نشوفوا واش القضايا ديال فاس كاينه في الذكاء الاصطناعي، يعني يقدر يتعرف عليها ويعطينا حلول. غادي نحاولوا ندخلوا ونسولوه، اكيد احنا معكم دائما في بث مباشر. اللي عنده شي سؤال بغى يطرحه فما عليه الا يخلي لنا عبر الكومونتير، غادي نحاول نقرا التعليقات ديالكم. اذا غندخلوا لشات جي بي تي، اكيد الكل كيعرف التطبيق ديال شات جي بي تي. ندخلوا غادي دابا. الغريب في الامر هو ان التطبيق اضاف الخاصيه ديال الحديث بالدارجه، اللي ممكن انك تسولو بالدارجه وغيجاوبك. غنحاولوا نسولو على فاس وغيجاوبنا. نزيدو شويه في الصوت. السلام عليكم. السلام عليكم شات جي بي تي. وعليكم السلام، كي داير؟ كلشي بخير في امان الله. الحمد لله. وتعلمتي الدارجه؟ تعلمتي الدارجه؟ كتهضر بالدارجه مزيان. اسمح لي غير باش نتفاهم مزيان. كنعرف شويه ديال الدارجه. واش نودو نبلو مع السدان؟ وفين تعلمتي الدارجه؟ شكون علمك الدارجه؟ تعلمت الدارجه من بعد ما دروس بزاف الوقتات مع الناس من مختلف الحياه، في المغاربه وفي الحياه العربيه. غادي نكون مرتاح دابا باش نزودك الدارجه مزيان. واخا عرفتي دابا منين كنهضر معاك انا كنتواصل معاك. ماشي مشكل، نقدر نصاحبك في الدارجه، غير قول لي شي حاجه خاصني نعدلها وراني هنا. واخا انا كنتواصل معاك من مدينه فاس. كتعرف شكون هي مدينه فاس؟ شنو هي مدينه فاس؟ كتعرفها؟ واو هادشي مزيان. واش كتدرس في مدرسه ولا في شي مركز خاص؟ دابا هضر لي على مدينه فاس. صافي صباح حلو. هضر لي على مدينة فاس. مدينة فاس شنو هي؟ مدينة فاس شنو كتعرف على مدينة فاس؟ بزاف ديال الطلبة غادي يكونوا عندك، كيفاش كتلقى التدريس معاهم؟ عليش مشكين مثلا تترجم شي ترجمة ديال شي دروس بدارجة باش تسهل عليهم فهم. شفتك مشالك الريزو، شفتك خرجتي على الموضوع. كنهضر لك على مدينة فاس. فاس واش ما كتعرفش فاس؟ إلا ما كنتيش كتعرف فاس غير قطع هاد المكالمة وبعد مني. كضحك. كنهضر لك على مدينة فاس. الريزو هنا ضعيف شي شوية، خليكم معايا. الريزو ضعيف، الريزو ما كيشديش. واش وصلكم الصورة والصوت مزيان؟ نحاولوا نعاودوا نربطوا به الاتصال هاد شات جي بي تي، نعاودوا نتصلوا به. دائما على مدينة فاس. السلام عليكم شات جي بي تي. وعليكم السلام. وفين مشيتي اخويا؟ فين مشيتي؟ الحمد لله، شنو اخبارك انت؟ لا مزيان الحمد لله. انا كنهضر معاك من مدينه فاس، بغيتك تعطيني معلومات حول مدينه فاس. فاس مدينه عريقه وصحيره في المغرب، كتشهر بالتراب وسيك والتقاليد. كيشدوا العياشات فاس بزاف ديال الحفر والرياضه ديال الوقت، وكتبقى البلالات اللي محيطه بالمدينه القديمه شوي حاجه مخدمه. كاين بزاف ديال البظاهر ديال المعالم، كيف هو القراوين اللي هي اقدم جامع في العالم. فاس خصك تقص راسك في السوق وتقوم بشي دولمه شارع طالعه كبيره باش تعيش العيشه ديال المدينه بلا فلاش. واش سبق لك زرتي مدينه فاس؟ ايا انا راني ناضر من هنا، واحد النهار نقدر نتلاقاو في شيانات المدينه القديمه ونتعلم شي حاجة جديدة من تاريخ والعادات ديال فاس. واخا هضر لي على التاريخ ديال جامع القراويين، شنو كتعرف على القراويين؟ شكون اللي بناها وفوقاش تبنات؟ كتسمعني؟ كيمشي الريزو، الريزو شوية ضعيف. غادي نسولو على قضايا الشأن العام المحلي، خليو لي التعليقات ديالكم علاش بغيو نسولو، غير الريزو ضعيف، ما هو ما كيقطعش، نورمالمون الريزو ضعيف شوية عليها كيقطع. شات جي بي تي السلام عليكم مرة أخرى. مرة أخرى علاش لا؟
مرحبا. ودابا قلت لك جامع القراويين شنو كتعرف عليه؟ فوقاش شبناه وشكون بناه؟ هضر لي على جامع القراويين وغندوزو نسولك سؤال واحد اخر، اسئله واحد اخرى. الله يهديك اخويا، انا غير روبوت. الله يهديك هو انت. حاجه الله يهديك خويا، انا غير كنهضر معاك، ما كنقدر نبيع، ما نقدر نسارك، راني هنا غير باش نعاونك في شي حاجه اخرى الا كان عندك شي سؤال ولا شي مشكل خاصك الحل. واخا جامع القراويين فوقاش شبناه وشكون بناه؟ جامع القراويين. جامع القراويين فاس بناته فاطمه الفهريه في القرن التاسع الميلادي هدا 850، هي اللي كانت سبب افتتاحات هذا المعلم العريقي. كالجامع اصبح مركز تعليمي وتاريخي، وكان عنده دور كبير في التحويل ديال فاس لمركز حضاري وتعالي في ذاك الزمن. واخا شنو المدارس اللي كاينه في فاس من غير vous avez atteint la limite mensuelle pour le mode. واخا سيدي لا ليميت، نعاودو نربطو بالاتصال نشوفو لا ليميت. لا ليميت. السلام عليكم شات جي بي تي. السلام عليكم، فين مشيتي؟ السلام عليكم. هرب هرب، اسمع عرفني غنسولو على الطوبيسات. يمكن لا ليميت، واخا نعاودو نسولوه نعاودو نشوفو واش غيشد لي، لان وصلت معاك دابا الصحيحة شات جي بي تي ياك عليها هربتي. السلام عليكم. حيت انا كنحاول ندير كل ما في جهدي باش نكون مفيد ونسهل عليك الامور. واش بصح حسيت شي تحسن ولا كاين شي حاجة؟ لا هضر معايا بالدارجة، بالدارجة المغربية، هضر معايا بالدارجة المغربية. اهلا وسهلا. كتسمعني؟ هضر معايا بالدارجة المغربية. واش تقصد انك من اصول مغربية؟ واش كتعرف الدار؟ غنعاود نخرج وندخل لان الريزو عندي شوية ضعيف هنا. دابا غنسولو اللي عنده شي سؤال، خليو لي خليو لي التعليقات ديالكم، اللي عنده شي سؤال بارطاجيو هذا اللايف. هذا لربما اول نقاش مع الذكاء الاصطناعي عبر قناة شوف تيفي. غنحاولوا ندخلوا لان ربما لا ليميت راني وصلت ليها ديال المحادثات. المهم خليكم معايا غنحاول نزيد نسولو. السلام عليكم مرة أخرى شات جي بي تي. السلام عليكم. وعليكم السلام. هضر معايا خويا بالعربية، هضر معايا بالدارجة الله يحفظك. واش عندك شي حاجة حاب تشاركها ولا غير غلط؟ لا عندي شي حاجة باغي نشاركها، بغيتك تهضر لي على 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 الطوبيسات في مدينة فاس، كيفاش دايرين؟ كتسمعني اخويا؟ الريزو الريزو غنحاول نغير. ما فهمتش مزيان. ما فهمتيش، سين سين بدل البلاصة باش تفهمني مزيان، مازال عندي معاك النقاش. بغيتك تهضر لي على الطوبيسات في مدينة فاس، الطوبيسات كيفاش دايرة الحالة ديال الطوبيسات في مدينة فاس؟ سمعتيني دابا ولا فهمتيني ولا ما فهمتينيش؟ شات جي بي تي السلام عليكم. السلام عليكم. كتهرب من السؤال ياك؟ سلام عفاك، شنو كنتي باغي توصل؟ شات جي بي تي بغيتك تهضر لي على الطوبيسات، الطوبيسات بمدينة فاس كيفاش دايرة الحالة ديالهم؟ سمح لي ما فهمتش المعنى مزيان. داير الكونيكسيون ضعيفة شي ولا كيعطيني فراتي ليه راسو. لا وكنحاول نسولو هو ما كيجاوبش، انا نبدل غير البلاصة لأن الريزو هنا ضعيف. خليكم معايا الدراري والله تنحمقوا هاد النهار، والله تنهبلو. لا غيجاوبني نيشان غير يجاوبني. قبيلة سولت على الطوبيسات قال لي هانتوما غتسمعوا، خليكم معايا وتشوفوا. نبدلوا البلاصة هنا، ديك البلاصة ما فيهاش الريزو. أجيو تسمعوا دابا المعقول. عندك الريزو ضعيف، فوالا الريزو ضعيف. خليكم معايا حاولوا تبارطاجيو هذا اللايف، نحاول نطول شوية معاه. خليكم معايا. يلا اللي عنده شي سؤال يخليه في التعليق. شات جي بي تي السلام عليكم. دابا عرفتي اش غادي ندير، غنخرج ونعاود ندخل باش هكا ما نخربقلوش السيستيم باش يكون عارف. لربما كثرت عليه.
شات جي بي تي، السلام عليكم. شات جي بي تي، السلام عليكم. لا لا، خصك تهضر معاه بالدارجة، الطوبيسات ماشي الحافلات. السلام عليكم شات جي بي تي، واش وصلت لا ليميت ديالو ولا ما عرفش الريزو؟ ولا ربما ما كيشد لي. خليكم معايا. السلام عليكم. السلام عليكم. واش كان بان ليك تهضر الماليزيه؟ هضر معايا بالمغربيه، الدارجه المغربيه. العفو، واش كتبرك بشي حاجه دابا؟ ها دابا كنسمعك مزيان، مالكش الشك تلفتي. كونيكسيون موفيز كاليتي، غنبدل البلاصه بالضبط من هنا، غنحيد هاد البلاصه كاع في خطره. خليكم معايا الدراري، ان توقيت وترجمه نانسي، خليكم لان الريزو كيعطيني الريزو ضعيف هنا. غنبدل هاد البلاصه وخليكم معايا، قولوا لي التعليقات ديالكم علاش بغيو نسولوه. غنبدل هاد البلاصه كومبليتوم، فيها الريزو غير جوج شرطات. خليكم معايا، راه تسالا خاصك تخلصوا. لربما واش خصني نخلص باش يجاوبني؟ عندي غير 10 دقائق في الشهر. برافو، هاكاك كملتيها. وانا عاد بديت معاه، نعاود نسولو دابا نشوف. السلام عليكم شات جي بي تي، السلام عليكم سبلونتا. انا عاد بغيت نسولو على الطوبيسه. انا متوسط. شات جي بي تي، السلام عليكم. ما بغاش يجاوب، الا ربما عندي غير 10 دقائق في الشهر. عرفتش كيف قبيله على الطوبيسات، ودابا سولتو على مجموعه من الامور. كنظن كنت مازال باغي يكون معاه في دردشه. خليكم معايا، غنحاولوا معاه مجددا. بدلت البلاصه لان كيعطيني موفيز كونيكسيون. غنحاول صراحه، كيعطي اجوبه في نظركم. السلام عليكم شات جي بي تي، السلام عليكم. السلام عليكم، مالك اصاحبي ما بقيتيش تهضر؟ واش عندي غير 10 دقائق ياك؟ عندي غير 10 دقائق في ديال المحادثة معاه ولا كيفاش؟ اللي عنده شي سؤال يخلي لي السؤال ديالو. سين الدراري، لان كنظن بان سولو على القايد واش داير خدمته واعره. هي الموضوع بحد ذاته زوين، ولكن ما عرفتش علاش مشى لي الريزو، ما فهمتش علاش مشى كان خدام مزيان. السلام عليكم شات جي بي تي. عليكم السلام. بخير خويا، هانيه في امان الله. العفو، كيف يمكنني مساعدتك اليوم؟ بغيتك تحدث لي على الحافلات الطوبيسات بمدينة فاس، كيفاش دايره الأحوال ديالهم؟ الحافلات في المدن المغربية مثل فاس كتواجه بزاف ديال المشاكل، مثلا كاينين تأخيرات متكررة، وكتكون الحافلات مكتحمة بزاف في ساعات الذروة. من جهة أخرى بعض الحافلات قديمة وما كتوفرش الراحة للركاب. واش عندك شي افكار او اقتراحات لتحسين خدمات النقل العمومي في فاس؟ لا، بغيتك انت تعطيني اقتراحات لتحسين خدمات النقل العمومي في فاس. انت اعطيني اقتراحات حلول. Improving public transport services in France. لا بالدارجه، عافاك بالدارجه بالدارجه. لا بالدارجه بالدارجه، ما كنفهموش اللونجلي، اعطيني الدارجه. المغاربه كيفهموا الدارجه. Second, investing in modern خويا 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 اعطيني الدارجه، انا نقطع عليك نقطع عليك. شات جي بي تي، السلام عليكم. شات جي بي تي، السلام عليكم. واش ما بقيتيش باغي تجاوبنا؟ السلام عليكم. واش كيعطي؟ ما عرفش اللي عنده، راني جاي كنت غنسولو بزاف الاسئله، ولكن للاسف
شو بحال كيتبلونطا ما عرفش علاش. شات جي بي تي السلام عليكم. السلام عليكم. ما بقاش باغي يجاوب. نحاولوا نشوفوا معاه، حاولوا اللي عنده شي سؤال باغي يطرحوا عليه لا شد ليه. المهم راه غنحاول ننقل الاسئله ديالكم. السلام عليكم. شات جي بي تي السلام عليكم. درت له روستارت ما بغاش. نعاود له نعاود نديرو ازيرو. انا كيعطي له ربما كاين اللي قال ليه كيعطي 10 دقائق وصافي ما كيبقاش يطلع. السلام عليكم. وصلت ل وصلت ل ها انتم ليميت مونسويل اتان. وصلت ل وصلت للعدد اللي يعني يقدر يهضر فيه. شات جي بي تي غادي نخلصك كون هاني غير جاوبني يا صاحبي. مالك شات جي بي تي جاوبني يا صاحبي. كيعطي 10 دقائق في الشهر. راني وصلت ربما ل 10 دقائق. اذا هو مابقاش كيقدر يجاوب. حاولت نتحدث معاه على مجموعه من القضايا. للاسف كنت مازال باغي نطول معاه ما كتبش. المهم صراحه كيعطي اجوبه اللي مقنعه. شحال مرارا وتكرارا قبل سولته على النقل الحضاري وجاوبني. واكيد ملي كيكون يعني في بالدارجه فكي كيجاوب بالدارجه. كاين واحد كيهضر بالدارجه يعني مضبوطه مزيان. فشكرا جزيلا لكم متابعينا الكرام. خلطتي ليه العرارم اخويا ويا سي احمد. هضر معاه كتابيا يجاوبك. واخا نهضر معاه كتابيا باش نوصلو النقل حتى يعطينا عاوتاني نشوفو شي كونت واحد اخر ونهضرو معاه نديرو معاه شي لايف. كنظن بركه نكتفيو بهذا القدر. نتمنى لنا الفكره تكون راقتكم. تحياتي للجميع. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.